يا بني الوعد. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مساء الخير عليكم، كل سنه وانتم طيبين. للناس الماي التقينا بهم من خلال شاشه قناه النيل الازرق، ان شاء الله ربنا يجعلنا جميعا من المستورين والمقبولين وان نكون في ضمانه وفي امانه. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من مساء جديد، نتمناها أن تكون مترعة بالجمال ومكملة لبهاء المساء. أرحب بالزميل صديق جمال، مساء الخير عليك. كيف أخبارك؟ كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب يا أخي، والله الليلة يوم عجيب للغاية بس الليلة الناس ما تعرف صديق ولا خير. مساء الخير على كل السادة المشاهدين اللي انضموا لنا عبر المساء الجديد، كل سنة وأنتم طيبين، عام سعيد وعمر مديد، ربنا إن شاء الله يحقق كل الأمنيات الجميلة، ونحن نتواصل معكم حبا وعشقا وانتماء دائما لهذا السودان الجميل الذي يسع الجميع، ونحن نتواصل معكم على أنغام كابلي الوطن. كلما أخفيته في القلب تنبي عنه عيناك، ولا يخفى علي أنا. فما بين ضنين الوعد ولو تصدق ما خلاص نسيتنا، كان الإبداع حاضرا عند فيلسوف الأغنية السودانية وعرابة عبد الكريم الكابلي. شلالا رويا أسرار الهوى وصوح الصبح ذوباً. أكيد نحن على أرقام كابل الوطن نتواصل معكم من خلال مجموعة من المعلومات الجميلة عن هذا الرجل العظيم الذي يعشقه الشعب السوداني، الدكتور الموسيقار والفنان عبد الكريم الكابلي من مواليد 1932. لم يكن موسيقارا فحسب، بل شاعر وملحن ومطرب. لا تقل إني بعيد بالثرى، فخيال الشعر يرتاد الثريا. اتصل غناء عبد الكريم الكابلي للجماهير بزيارة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في السودان عام 1960، عندما وضع الكابلي الألحان لقصيدة شاعر تاج السر الحسن أنشودة آسيا وإفريقيا. خاطب الكابلي في غنائه العديد من جوانب الحياة المختلفة. يا بنين الوعد ثم هاجر بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية ليتعاقد مع إحدى المؤسسات السعودية مترجما في مدينة الرياض في العام 1978، ولم تستمر قربته طويلا حتى عاد إلى السودان في العام 1981. هو فنان مثقف مهتم بالتراث السوداني وله دراسات في التراث السوداني، قدم مجموعة من الأغنيات الكبيرة على سبيل المثال وليس الحصر، طائر الهوى ودمعة الشوق. كان رمزا عبقريا تبينت ارتعاشا في يدي، بعض احلامي التي انسجها.
شكرا لمحمد الحسن الزميل العزيز، يعني يزع بكل الطرق والسبل الممكنة وغير الممكنة في بعض الأحيان أنه يقدم لنا الجمال في أروع صوره. أهلا بكم. يا بني الوعد، يا بني الوعد، يا ضنين.